كتير قوي لما تيجي تتكلم معاهم شباب صغير يقول لك ما هو اللي وصل لمحمد صلاح ده صدفه يعني، ربنا كرمه طبعا، ربنا كرمه بس بيقول لك صدفه يعني. ما هو طبعا ما هوش انتاج مشروع. يعني ايه يعني 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 واحد وعشرة 150 بيطلعوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا ده مش حقيقي، ده طبعا ده مش مشروع. ده حاجه يعني حاجه خاصه بمحمد صلاح. انما انت لازم يبقى هدفك تطلع زي محمد صلاح كتير. ازاي؟ بانك انت تعمل حاجات كتيره قوي في مجال الناشئين، في مجال المدربين المتخصصين، احسن المدربين، المدربين اللي عندهم حاجات جديده يا اخي، حاجات جديده. ايه هي المهارات بتاعت الكوره دلوقتي؟ اوعى تفتكر يا مدرب انها السبعه والثمانيه ولا او ان هو الجري كتير. اقروا 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 الناس اللي بنتعلم منهم بيقولوا ايه على الكوره دلوقتي، بيقولوا ايه على اللعيب، هم عايزين ايه من اللعيب دلوقتي؟ عايزين اللعيب اللي يعمل سبرنتات قصيره كتير، عايزين اللعيب اللي لو جري 10 كيلو يجريهم صح. انا مش عايز اقول اسماء، بس في لعيب في نادي الزمالك وانا يعني مش هقول اسمه، في وسط الملعب بيجري كتير جدا بس بيجري غلط، مش منتج، مش ايجابي. ما دي حاجات المدربين لازم ياخدوا بالهم منها. يعني هذه المسائل مهمه قوي عشان اللي بيدرب اولاد صغيرين يبقى عنده، واللي بيدرب الكبار برضه يبقى عنده. بص أتفضل. انا ممكن اقعد اتكلم معاك على رقم 6 ورقم 8 ورقم 10 و9 و9 ونص والكلام ده كله، بس ده كلام. الكوره بقت اشمل من الارقام دي، بقت واجبات اكتر من هي مراكز. ما فيش حاجه اسمها يعني اللي يكلمني على المراكز مفيش حد بيتثبت بصراحه في مكانه. بصراحه هو قرا كلمتين في حته في ويكيبيديا ولا على النت ولا في كتاب. لكن الكوره دلوقتي مش القرايه دي، مش ما هياش المراكز دي. اصل السته ده بيبقى افضل سته في مكانه في الدايره دي، سته ده ليه 80 دور وال10 بقى ليه دور 80 دور. حمدي فتحي حمدي فتحي صح في ماتش امبارح كان فين؟ في لعبه كان هو راس حربه. صحيح، ده من ساعه ما جه الكوره بيستخدموا كده. لا 10 و8 و6 كل بقى المراكز اللي انتوا بتقولوا عليها. هو المفروض طبعا ده هي الكوره كده دلوقتي. لكن هو اصلا لعيب خط وسط واصلا كمان لعيب خط وسط تقريبا مدافع اكتر منه مهاجم، لكنه يهاجم. نفس الحكايه بالنسبه للسوليه. ديانج حتى كمان اتطور بقى يطلع نص الملعب الثاني. الحاجات دي ما فيش حاجه اسمها يعني في 6 وفي 8 وفي 9 وفي 10، الكلام ده موجود. بس ده في الكتاب. لكن في الكوره وفي الملعب لا، لو هو في الملعب اللعيبه مترصين بالشكل ده يبقى الفرقه دي بتلعب غلط. صحيح، فما فيش حد بيقف، ما فيش حد بيقف في مركز، ما فيش حد بيشتري حته ارض في الملعب بيقف فيها، ما فيش حد اسمه راس حربه صريح. الحاجات دي كلها لازم المدربين يكونوا طبعا لازم يكونوا موصلينها للعيبه. بس الاهم اللعيبه الصغيرين الشباب الناشئين يعني ازاي تختار مواهب وازاي تنقيهم وازاي تنميهم وتنمي مهاراتهم وفقا للعصر. انت الكره من 5 سنين من 10 سنين غير الكره دلوقتي خالص.